في أواخر القرن التاسع عشر تحديداً بداية الاحتلال البريطاني لمصر تدور أحداث مسلسل واحة الغروب عن قصة ضابط في البوليس المصري يتم نقله إلى واحة سيوة بعد أن اتهم بممارسته لبعض الأفكار الثورية، فيتجه إلى هناك مصطحباً معه زوجته الأجنبية الشغوفة بالآثار المصرية. المسلسل من بطولة خالد النبوي ومنى شلبي ومأخوذ من رواية شهيرة تحمل نفس الاسم للأديب المصري بهاء طاهر، وكانت شخصية مليكة الفتاة المتمردة على أعراف الواحة كانت من بين أكثر الشخصيات المفضلة لقراء الرواية وتجسدها في المسلسل الممثلة الأردنية ركين سعد. مفيش حاجة مصبراني على فراقه غير الجنة اللي وعدتنا كله فيها، قلتها لي بلسانك، الزوجة بتكون مع زوجها في الجنة. بهروبك يا مليكة الواحة دي هتولع، هتبقى جهنم. الواحة جهنم ضيق او بدون يا خالي، وانت اللي دايما بتقول كده. موعدهم ايه في ايدينا نعمله؟ كتير كتير يا خالي. وإلى القاهرة ننتقل، حيث تنضم إلينا الفنانة الأردنية ركين سعد للتحدث عن ظهورها الدرامي. أهلا فيك معنا يا ركين، يعني حضور مميز في رمضان، خصوصا اللي بيتابعوا المسلسل حيتفقوا معنا في هذا الشيء. كيف تم اختيارك للعب هذا الدور الأساسي والمحوري في واحة الغروب؟ اهلا سارة، كيفك؟ كل عام وانت بخير وبصحة وسلامة. واول اشي بحب اشكرك كتير على هاي الاستضافة الحلوة. انا بلشت بالمسلسل من السنة الماضية تقريبا، بلشنا تحضيرات، عملت اوديشنز لدور مليكة، تجربة اداء لدور مليكة، وبعديها تم اختياري من قبل الاستاذة كاملة ابو ذكري اللي انا كتير 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 كنت معجبة فيها. وبعدين انتقلت على القاهرة وابتدأنا تحضيرات للمسلسل وبلشنا تصوير. جميل، انت كيف شايفة يعني شخصيا ردود الفعل حتى الآن؟ الحمد لله حتى الآن يعني ردود الفعل هيك، انا هيك حاسة حالي متفاجئة جدا، يعني الناس كتير حابين مليكة وعم بيبعتوا لي كلام كتير حلو. للأسف مش عم بقدر أرد على كتير ناس عشان أنا حاليا لساتني قاعدة عم بصور مشاهدي، بس كتير مبسوطة يعني، والحمد لله الواحد يعني تعبه هيك بحس إنه عم بجيب نتيجة. لازلتي بتصوري مشاهدك في المسلسل نفسه؟ نعم لسه. طب بس اشرحي لي هذا يا ركين، انا كل الفنانين بيقولوا لسه بنصور لسه بنصور، طب انتوا بادئين قبل فتره، ليش لغايه دحين بتصوروا؟ والله ما بعرف يعني، هذا السؤال ممكن القائمين على العمل يجاوبوك عليه، بس هو الصراحه مسلسل يعني ضخم جدا ومتعب جدا وفي تفاصيل كتير وفريد من نوعه برضه، فبيحتاج انه الواحد يعني مجهود كبير وتحضير كبير، فطبيعي انه ياخذ وقت. وبتعرف انت احنا ملزومين بشهر رمضان دائما حتى تسليم الحلقات، فالواحد بيكون هيك شوي مستعجل وبده يلحق يعني. بس الحمد لله يعني احنا لسه قاعدين عم نصور ولساتنا بصحه جيده مع التعب وكل شيء، لسه الواحد هيك عنده بوش، وهاي البوش جاي طبعا من الجمهور ومن التعليقات الحلوه اللي قاعدين عم نسمعها. ركين، نقدر نقول انه دورك السنه الماضيه في سمرقند كالاميره خاتون كان هو النقله الفعليه بالنسبة لك اللي أهلتك لهذا النوع من الأدوار هذا العام وإن شاء الله في الأعوام المقبلة؟ طبعا أنا يعني دوري كالأميرة خاتون السنة الماضية في مسلسل سمرقند كان بالنسبة لي نقلة. أنا كل بصراحة يعني من ساعة ما بلشت أمثل كل دور بعمله بحس إنه هو عم بضيف إشي لتكويني الفني أو لشخصيتي أو لعملي. طبعا سمرقند أضاف كتير، وإن شاء الله مليكة كمان هيك تضيف أكتر. طب ركين، في توجه من نجوم الأردن للاتجاه لمصر، يعني إياد نصار، منذر الرياح، نصيب مبارك أصبحوا الآن نجوم في مصر، هل أنت حابة تسلكي هذا الطريق نفسه؟ والله إن شاء الله يعني أنا محل ما الدنيا بتوديني بروح، إن شاء الله يعني
لقدام أشتغل أكثر سواء بمصر أو خارج مصر. طبعا مصر أم الفن وأم الدنيا وهي الأساس بالفن، كل فنان عربي بحب أنه يشتغل بمصر وأنا واحدة منهم طبعا، فإنه ليش لا الواحد يعني وين ما في دور حلو فيه تحدي وفيه هيك صعوبة وجميل وفريد بحب أكون. طب ركين سريعا حابة أسألك سؤال من الأسئلة اللي جاتك على تويتر، إذا بيحطونا بس الأسئلة على الشاشة، بيقولك جميلة جدا وتمثيلك، هل حتستمر في العمل بالدراما المصرية؟ سألتك هذا السؤال، لا في سؤال ثاني كنا بنحكي عنه، إذا تغيرونا بس السؤال. جميل، في سؤال ثاني جاكي بس عندنا مشكلة بس في الفيديو وول إلى أن تتصلح، بيسألك عن التصوير في الصحراء، كيف كانت ظروف التصوير في الصحراء؟ يعني طبعا ظروف كانت صعبة جدا، تصوير في الصحراء كان يعني درجة الحرارة عالية وأنا معظم دوري يعني ماشي حافية ثلاثة أرباع الوقت، فتعرضت لأكم من إصابة هيك خفيفة، وكان في صعوبات أكتر كمان غير أنه التصوير داخل يعني في الصحراء شوب وهيك، أنا دوري كمان كان شعري مجدل طول الوقت وفي فترة من الدور شعري بتفك فبجدل وبفك طول الوقت، ف يعني هاي كانت، وكمان كان في صعوبات أكتر اللي هي من ناحية تمثيلية أو من ناحية أداء الدور اللي هو الدور فيه كتير كان زخم وعاطفي وفي كتير دراما، فهذا كان برضه صعوبة. جميل، وبس يعني في النهاية كان يعني عمل بالفعل ممتع انه الواحد يشتغل فيه. جميل، نحن بنتمنى لك يا ركين التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله السنة الجاية تكوني ضيفتنا ويكون عندك عمل من بطولتك. كانت معنا الفنانة الأردنية ركين سعد، شكرا لك.